السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يبقى يوم الثلاث امتحان بالنسبة لكم كويس. النهاردة هراجع معاكم مراجعة سريعة كده على كل الأجزاء بتاعة المنهج، بس أنا هقسمها على 2 فيديو. فيديو هيبقى فيه عمليات التشغيل وأدوات القياس اللي احنا خدناها مع أستاذنا الدكتور إبراهيم عليوة وأنا، وفيديو تاني هخصصه لعمليات التشكيل وعمليات السباكة واللحام. الفيديو الأولاني النهاردة حضرتك كنت بتذاكر وانا اكدت عليكم في المحاضرات قبل كده، هنبدأ المذاكرة ازاي؟ نتفرج على الفيديوهات اللي منزلها استاذنا الدكتور ابراهيم عليوة والفيديوهات اللي انا منزلها. بعد ما تتفرج على الفيديو تشوف البي دي اف بتاع الفيديو اللي كان بيشتغل منه الدكتور، وبعد كده هتفتح الكتاب بتاعك على الجزء ده. يبقى اول حاجة الفيديو، وبعد كده البي دي اف، وبعد كده الكتاب، وبعد كده يا ريت تسمع بعد ما خلصت ده كله تسمع المراجعه وتشوف انت فعلا طلعت بالمعلومات اللي انا هقولها دي ولا لا. طبعا المحاضره اللي انت خدت فيها ادوات القياس، ادوات القياس دي كان جزء مهم مع دكتور ابراهيم عليه، وهو اكيد هو استاذ القياسات عندنا، فهو اكيد شرحها لك شرح كويس جدا وباستفاضه. النهارده بسرعة سريعا كده حضرتك لازم تعرف الأدوات القياس الأسماء بتاعتها والأشكال، لأنك أنت عارف الامتحان MCQ، فلازم تركز في الشكل والأسماء لأنك أنت هتعمل عملية استرجاع للحاجات دي. لو جبنا لك شكل وقلنا لك اسم أداة القياس، طبعا المسطرة اللي قدامك دي وإحنا شفناها، البراجل دي وإحنا استعملناها قبل كده في الرسم، بتستخدم في نقل الأبعاد، وإحنا برضو في عمليات القياس ما بستخدمهاش في عمليات القياس المباشرة، بس انا اقدر اجيب الجزء اللي انا عاوز اعمل له عملية قياس ومش عارفة ان انا اقيسه بوسيلة قياس مباشرة زي الميكرومتر والقدم، واستخدم البراجل بانواعها اللي انت شايفها قدامك، ولازم تبقى عارف شكل البرجل والاسم بتاعه. وبعد كده بروح واخداها على مثلا المسطرة اللي فوق واشوف البعد اللي احنا نقلناه باستخدام البرجل قد ايه بالظبط. تعال نبص كده، طبعا دي القدمه، والقدمه الشكل بتاعها لازم يبقى معروف في ذهنك، دي قدمه ذات ورانيه، يعني لو جالك في الامتحان رسمه لازم تبقى عارف ان دي قدمه، والقدمه زي ما انت اخدت مع الدكتور ابراهيم ممكن استخدمها في قياس الاقطار الخارجيه، وممكن استخدمها في قياس الاقطار الداخليه او الاجزاء الداخليه، وممكن كمان في قياس الأعماق. حضرتك طبعا خدت فكرة العمل بتاع التصميم، وفي أدوات كتير، في منها ديجيتال وفي منها اللي موجود مع ساعة قياس. كمان حضرتك خدت أشكال للأدمة، حضرتك بس اعرفها، دي مثلا دي أدمة أعماق ودي أدمة ارتفاعات عادية، ولو لقيت الجزء ده موجود فيها فدي الجزء الديجيتال. دي اشكال كتير، طبعا هو بيعمل عملية قياس للاقطار الخارجية زي ما انت شايف، والميكرومتر ده طبعا من الحاجات المهمة اللي انا بستخدمه، هو الميكرومتر بيدي دقة اعلى من الأدمة، بس بيبقى فيه بتبقى عارف ان هو ليه رينج محدد، الأدمة تاخد ابعاد اكتر، الرينج بتاعك هنا مثلا من 0 ل 25، ممكن يبقى من 25 ل 50 ومن 50 ل 75، والدكتور ابراهيم شرح لك ليه الرينج ده بيبقى موجود، وده الشكل بتاعه وتفصيلي. وطبعا عندنا اشكال كتير، خلاص ميكرومتر عادي وداخلي وميكرومتر قياس الاعماق، فكل الاشكال دي المفروض تبقى في دماغك عشان انا لو سألت عليها في الامتحان. وده شكل وهو بيستخدم الميكرومتر عشان يقيس القطر الخارجي على شغلانه مثبتة على الظرف، وحضرتك طبعا عارف ان الظرف ده انت شفته في ماكينة المخرطة، ودي ساعة قياس، وساعة القياس بستخدمها في المصانع في كواليتي كنترول، وبعمل بيها عملية تشيك كتير زي
زي تقيس الفاتنس والباراليزم وحاجات كتير في القياسات، بس انت لازم تبقى عارف ان دي ساعه قياس وزي نتعامل مع ادوات القياس. ده كان جزء اولاني. في كمان خدت المخرطه. فحضرتك اي مكنه هتبدا تشتغل معاها لازم الاول تعرف ان المكنه دي بتعمل ايه بالظبط. المخرطه بشكل اساسي بعمل بيها عمليات كتير زي الفيسنج، بعمل بيها خراطه وجهيه، بعمل بيها خراطه طوليه، بالاساس بعمل بيها الاشكال الاسطوانيه، وممكن اعمل بيها تقوب خلاص داخليه، ممكن تعمل بيها الالواز. الماكينه المخرطه دي الماكينه الام. طبعا في بعض العمليات ما ينفعش اجي اقول لك انا هسوي سطح على ماكينه المخرطه، تسويه الاسطح ما بتمشي على ماكينه المخرطه، ان انا اعمل تروس ما اقدرش اعملها على ماكينه المخرطه، بس اقدر اعمل عليها ايه زي الالواز زي ما قلنا، اعمل خراطه طوليه، اعمل خراطه وجهيه، اعمل اندركات، اعمل تقوب. كل ده ممكن تتم على ماكينه المخرطه. وطبعا لازم تبص على اجزاء ماكينه المخرطه كويس قوي، وكمان تعرف كل جزء ده بسرعة كده، تراجع مع دكتور إبراهيم وتسمع الفيديو كويس كل جزء من المخرطة ايه الهدف بتاعه. وطبعا الغراب الثابت ده حاجة أساسية، ده في مجموعة التروس المسؤولة عن السرعات اللي أنا بحرك بيها المكنة، وهنا بيتركب الظرف اللي أنا بمسك بيه الشغلانة، وده المين سبندل والأجزاء اللي عليه اتشرحت طبعا معاك. فحضرتك تبص على الأجزاء دي، لأن الامتحان زي ما بكرر تاني وهكرر المرة الألف ام سي كيو، فحضرتك بتفتكر حاجات اللي انت قريتها. في عندك ده الجزء المهم بسميه العربة، والعربة ديت اللي انا بركب فيها التول وبتتحرك على الفرش بتاع المكنة، واقدر كمان احرك فيها التول وباستخدام العربة او الرسمة اقدر اعمل السلبة، هي الاجزاء المسلوبة على المخرطة. وده هنا عمود الألواز اللي انا بستخدمه عشان اعمل الألواز على المخرطة، وشكله طبعا واضح جدا هنا اهو، وعمود الجر كذلك. كل ده موجود عندك في الكتاب، الجزء والوظيفة بتاعته. وهنا زي ما حضرتك شايف ده صندوق تروس الموجود في الغراب الثابت، وضحه لك من الشكل من جوه. يعني حضرتك بس اقرأ بتركيز، اقرأ بتركيز، عشان لو جبت لك اي معلومة عن الكلام ده في صورة صح او غلط او صورة اختياري، فحضرتك تقدر تسترجع المعلومة بشكل سليم. طبعا هنا في حاجة اسمها الرسمة العرضية وفي حاجة اسمها الرسمة الطولية، والاتنين دول انا بستخدمهم حضرتك في العمليات اللي بتتم على ماكينة المخرطة، والكلام ده دكتور ابراهيم شرحه لك بالتفصيل. ده الظرف اللي انا بمسكه، في ظرف 3 لقم وظرف 4 لقم اللي انا بستخدمه علشان يمسك الشغلانة. وطبعا ده انا بثبته على العمود الرئيسي بتاع المخرطة، زي ما انت حضرتك شايف الظرف، شكل الظرف 3 لقم وظرف 4 لقم. في حاجه اسمها كمان الصينيه. قلم الخراطه بص عليها كويس قوي، والاشكال بتاعتها واضحه قوي في السلايد هنا. القلم ده قلم خراطه منحني شمال، وده قلم يمين، وده قلم خراطه جانبي شمال، وده قلم خراطه جانبي يمين. وحضرتك تقدر لو جالك الرسمه زي دي في الامتحان تقدر تسترجع وتختار كل قلم منهم ايه هو الكلام المناسب ليه. ونفس الحكايه هنا في اوضاع الاقلام الموجوده بالنسبه له. وهنا حاجه واضحه جدا، لو قال لك كده قلم الوز طبعا عشان بيعمل الوز، ده قلم خراطه داخليه، ايوه بيعمل خراطه داخليه، ده قلم قوس داخلي، بيعمل قوس داخلي، ده قوس خارجي، بيعمل قوس خارجي، وهكذا. في الحاجات سهلة ان شاء الله في المذاكرة. وطبعا خدت مع دكتور ابراهيم عليوة ان القلم او الادة القطع المستخدمة في عملية الخراطة قلم الخراطة، ممكن يبقى قطعة واحدة او ممكن يبقى عبارة عن مجموعة قطع، واهمها الجسم بتاع القلم واللقمة، واللقمة دي بتبقى جاهزة من بعض الشركات وبيتم تركيبها، وده بنستخدمه بكثرة في المكان الحديث زي السي
CNC. تمام يا شباب، فالاشكال دي حضرتك سهله بالنسبه لك، ان هنا ده الصلب الكربوني، ده هنا الصلب المخلوط بنسب منخفضه، ده هو عندك ده الشكل الثاني، وده صلب سرعات القطع العاليه، وهنا اللؤم الكربديه اللي انا ساعات بستخدمها، جهه بتيجي جاهزه من الشركات وبركبها في القلم الخياطه. وطبعا احنا نبهنا في المحاضرات انك انت لازم تعرف ان حركه القطع بتيجي هنا من الشغلانه، وحركه التغذيه بتيجي من الطول، وعدد حدود القطع في قلم الخياطه حد قاطع واحد. وهناخد بعد شويه دلوقتي حالا الزوايا بتاعه القلم، ودي مهمه برضو حضرتك لازم تراجع عليها. طبعا في اوضاع خطأ لتثبيت القلم عشان تعمل بيه عملية الخراطة، ودي اتشرحت لك في المحاضرات. بالنسبة للرسومات بتاع زوايا الحد القاطع دي مهمة حضرتك لازم تراجع عليها، لازم تعرف ان دي بنسميها زاوية خلوص، دي زاوية الجرف، فين زاوية السن وزاوية القطع حضرتك، انا مش هقولها لك مباشرة عشان انت بتذاكر خلاص وبتبص على الفيديو بتاع دكتور ابراهيم اللي هو تركز قوي فين زاوية الجرف وزاوية الخلوص وزاوية القطع، حضرتك لازم تبقى عارفها. وهنا برضو تبقى عارف الرسمة دي، هي الجزء الرسمة دي بس، طبعا هنا ايزومتريك وهنا مسقط زي ما احنا اتعلمنا في الرسم. وخدت اوضاع خاطئة لقلم الخراطة لما تيجي تعمل الشغلانة تثبت القلم الخراطة عشان يبدأ يطلق مع الشغلانة. طبعا احنا قلنا عشان عملية القطع تتم لازم يبقى فيه 3 حاجات عندك، لازم يبقى فيه عندك حركة قطع، واحنا قلنا في الخراطة حركة القطع دي هتديها لك الشغلانة، والتغذية هتديها لك الطول، بس لازم في حاجة اسمها عمق قطع هو مقدار تغلغل الطول في الشغلانة. وبكده لما الثلاثة يتوفروا عملية القطع بتاعتك هتشتغل. طبعا تثبيت القلم بالنسبة للشغلانة حضرتك ده بالنسبة لك ده وضع خاطئ لانه اسفل محور الشغلة، وده وضع خاطئ لانه اعلى محور الشغلة. واي قلم لازم يبقى فيه خلاص زاوية خلوص وزاوية الجرف وزاوية التالتة اللي هي زاوية القطع. حضرتك هنا برضو ده اوضاع خاطئة بالنسبة للقلم، ده وضع خاطئ، وده بالنسبة لك ده وضع سليم حضرتك طبعا حسب المسافة اللي هو قريب واخدها بالنسبة للشغلانة. طبعا العوامل اللي بتأثر في عمر عدة القطع خدتها مع الدكتور ابراهيم، سرعة قطع، مقدار التغذية، استخدام سوائل التبريد، معدن المشغولات، نوع مادة قلم الخراطة، دي كلها حضرتك تبقى عارفها. هنا بقى اجزاء بتاعت هناخد المخرطة بقى، هو بيتكلم بقى عن المخرطة دي بتستخدم في ايه، حضرتك تقراها كويس، والطرق المختلفة لإنتاج الأسطح المخروطية برضو حضرتك تقراها كويس. وفي مسألة دكتور إبراهيم شرحها لك ازاي تحسب الزاوية في حالة إذا توفر عندك القطر الخارجي والقطر الداخلي، والمسافة اللي انت هتعمل عليها المخروط، ازاي تحسب الزاوية بتاعت الميل بتاع الرسمة. طبعا حضرتك لازم تبقى عارف القانون ان هو القطر البدائي ناقص القطر اللي انت عاوز توصله على 2 لام، اللام ديت اللي هي المسافة اللي انت هتعمل عليها المخروط، وبالتالي انت تجيب زاوية الميل. ممكن يبقى عندك مسألة بالكلام ده وتشرح مع دكتور ابراهيم اللي هو كويس جدا، ودي مسائل حضرتك تراجعها وبرضه تشغل الآلة الحاسبة وتشوف حضرتك القيم طلعتها مظبوط ولا لا. عندك طبعا في حاجات معلومات كتير هنا عن جهاز السلب حضرتك اقراها كويس، والقلاووز لازم تعرف حضرتك ان القلاووز ده بيتعمل على المخرطة. وكمان ان شاء الله لما اروح مع دكتور سامي هنقول لك ان القلاووز برضو ممكن تعمله عملية الدرفلة، بس كده القلاووز ده هنا بيعتبر
عملية التشغيل، أما هناك تعتبر بعمله بعملية التشكيل، ودي الأدوات اللي أنا بعمل بيها الألواز الخارجي والألواز الداخلي، بتعمل على المخرطة زي ما احنا شفنا قبل كده. ازاي تحسب حساب سرعة القطع والتغذية وعمق القطع للمخرطة؟ طبعا عمق القطع ده لو انت بتعمل خراطة طولية، قطر الشغلة قبل تشغيلها ناقص قطر الشغلة بعد تشغيلها على 2، وزمن القطع لازم انت بقى انت عارفه، اللي هو الطول المطلوب الخراطة بتاعته على تغذية في عدد لفات في عدد مرات القطع، لانك انت ممكن تعمل خلاص كذا مرة قطع. فحضرتك لو في الامتحان ادالك مثلا 2 مرتين قطع او 3 مرات قطع، بعد ما تحسب زمن القطع بالطريقة دي ان هو طول مطلوب خراطته على التغذية في عدد اللفات تضرب فيه عدد المرات اللي موجودة، فحضرتك تخلي بالك من العمليات دي. كمان خدت مع دكتور ابراهيم، خدت المبارد عمليات البرادة، وخدت ودي تعتبر من عمليات التشغيل اليدوية. لازم حضرتك تعرف الأشكال بتاعة المبرد، الأشكال طبعا والأسماء بتاعتها، مثلا خلاص ده بسميه أجنة، خلاص الأشكال بتاعة الأجنة، في عندك أجنة عريضة، في عندك أجنة ضيقة، الاستخدام بتاعها، المبرد علشان توصفه بتستخدم ايه، في خلاص عشان اوصفه بستخدم حاجة اسمها طول المبرد، شكل المقطع، نوع الأسنان، زوايا قطع الأسنان، كل دي حاجات أنا بستخدمها علشان اميز المبرد بتاعي. وكمان الشكل ده واضح جدا بالنسبه للمبرد لو انا جبته لك وشلت كل البيانات ديت وقلت لك ايه الاجزاء، الجزء ده اسمه ايه، ده مثلا قطع مفرد، ده قطع مزدوج، طبعا على اساس شكل السنان اللي موجوده عندك. ده كده احنا خلصت، انا خلصت كده طبعا. ده مبرد مربع، مبطط، مثلث، سكينة، معين، وده كله واضح من يعني تقدر وانت بتذاكر تحط لك علامة علشان لما تلاقي شكل المبرد قدامك في الامتحان وفي اختياري يبقى حضرتك تعرف تختار. وطبعا هو عامل لك كروس سيكشن اهو، والكروس سيكشن ده مبرد معين، ده طبعا واضح جدا، مبرد مثلث، مبرد مبطط، مبرد مربع، ده طبعا واضح ليه من كروس سيكشن للعين، وده شكل اخر للمبارد. فحضرتك يعني تقراها او تقراها بتركيز. يعني ناس بتسالني بقى على الجداول دي، لا الجداول دي انا مش هجيبها لك في الامتحان، الجداول دي للاطلاع بس. حضرتك لما يعني شكل المبرد لازم تبقى انت عارفه، انواع المبارد لازم تبقى انت عارفها، الحاجات اللي بتميز المبارد لازم حضرتك تبقى عارفها، الاشكال الكروس سيكشن بتاع المبارد لازم حضرتك تبقى عارفها، تبقى عارف الفرق ما بين القطع المفرد والقطع مستوى. كده انا خلصت الجزء بتاع دكتور ابراهيم عليوه، وهندخل في الجزء بتاعي. طبعا انا اول ما بدات معاكم بدات بعمليات القشط، وطبعا عمليات الخراطه والقشط والنشر والتقب والبرغاء كل ده من عمليات التشغيل. لازم حضرتك تعمل كده ورقه وتكتب عمليه التشغيل، كل عمليه انت بتاخدها دي عمليه ايه، عمليه تشكيل ولا عمليه تشغيل. طبعا عمليه القشط دي من عمليات التشغيل، وقلنا ان احنا بستخدمها بصورة رئيسية في تسوية الأسطح. شوف السلايد بعدها، طبعا بعمل بيها بعض المجاري، خلاص الفتحات بعمل بيها كل الاشكال اللي موجوده بالنسبه لك. ده ساعات في الامتحان انا قلت لك ممكن اجيب لك الشكل، وممكن اقول لك ان انا بستخدمها في مثلا عمل الحرف زي ما انت شايف حرف التي، ايوه بعمل حرف الفي اللي انت شايفه على جنب، ايوه بعمل اندر كات، تقدر تعملها ب العمليات قشط. وقلنا ان في طبعا مقشطه راسيه ومقشطه عربه ومقشطه نطاحه، وركزنا قوي على المقشطه العربه والنطاحه، وقلنا ايه الفرق ما بينهم. القلم المستخدم هنا بستخدمه قلم القشط، هو شبيه قوي بقلم الخراطه في الزوايا بتاعه القطع، عدد حدود القطعه اللي بستخدمها هنا في اول قلم في حد قاطع واحد بس، هنا بقى حركه القطع وحركه التغذيه نبهنا عليهم في
المحاضرات مختلفة ما بين المقشطة النطحوي المقشطة العربي، وهنشوف دلوقتي بسرعة. واحنا دي طبعا استخدامات المقشطة، يعني ممكن نجيب لك صح وغلط، تشغيل السطوح المستوي المتعامد المائلة ده بيتم بالمقشطة، بيتم بالمقشطة صح. طب فتح المجاري الطولية والمجاري الخوابير، طبعا صح، ده بيتم على ماكينة المقشطة. وعرفنا خلاص، قلت لك جبت الماكينة دي تبص عليها كويس قوي، لازم تعرف ان ده التمساح، ده القلم، ده حامل القلم، دي اسمها منجلة، دي الشغلانة. الحاجات الرئيسية في المكنة تبقى عارف ان دي اصلا مكنة مقشطة ومقشطة مطاحة. وقلت لك خلاص في تقرا كويس كل جزء موجود في المخرطة بالظبط، كل جزء بيعمل ايه بتركيز. يعني الفرش ده اللي هو عبارة عن الهيكل، هتلاقي الفرش في اي مكنة هو الهيكل بتاع الماكينة، فحضرتك تخلي بالك من الكلام ده. وده ازاي احنا بنظبط موقع التمساح علشان اغير طول المشوار. وطبعا الرسمتين دول قلنا خلاص عليهم مهمين ومادة تسمى في الامتحان، او خلاص انا اقدر اعمل عليهم من غير ما اجيب لك الرسمة، ان انا اقول لك ان المقشطة العربة مثلا حركة التغذية فيها بتيجي من الطول، وحركة القطع بتيجي من شغلانتك كلام صح، والعكس بيتم في المقشطة النطاحة. دي حضرتك لازم تخلي بالك منها، ودي المنجلة اللي انا بمسك بيها الشغلانة على الصينية، وده اوضاع القلم، يعني اعرفها كده عندك في العملية سريعا. حضرتك طبعا عمليات التقب حضرتك هتقراها كويس. طبعا عمليات التقب دي انا اما اعملها على المتقاب في حد ذاته، او ممكن بتعمل التقب على المخرطة زي ما شفنا ان احنا نعمل عملية التقب. طبعا ده البنطة اللي هي اداء القطعة اللي هنا، وهي احنا قلنا في العملية دي ان حركة التغذية وحركة القطع بتقوم بيها البنطة، اما الشغلانة فهي ثابتة ما بتقومش بأي حاجة. وعمق القطع لو انا بعمل ثقب من الصفر، يعني حضرتك بتاخده الدايمتر على 2. طبعا البنطة دي الاجزاء بتاعتها حضرتك هتذاكرها، بمسك البنطة على المكنة خلاص او في الشنيور بحاجة اسمها بنسميها الظرف. دي الحاجات المكنة اللي انا بستخدمه، انواع خلاص الشنيور يده والمتقاب تسجيل. انا قلت لك كل الرسومات الموجودة في البي دي اف، وخاصة خلاص بالنسبة لي موجودة معاك. دي مكنة، ولو انا جبتها خلاص لحضرتك شفت البيانات اللي عليها، طبعا بيانات واضحة جدا، ده رقم 1 ده صندوق ضبط السرعات، رقم 2 محرك رئيسي، وهكذا. حضرتك تقرأ البيانات كويس عشان لو في حاجة جات لك في الامتحان، وزي نحسب سرعة الدوران تساوي سرعة القطع في ألف على باي في قطر البنطة. ده طبعا مثال، طبعا لازم انا ادي لك سرعة القطع في المسألة، وخدنا التخويش وايه هو الأداة القطعة اللي بتعمل التخويش، اللي هي زي ما حضرتك شايف بنطة التخويش، ودي عشان تعمل زي ما انت شايف اجزاء مخروطية غطسة، او ساعات تبقى اسطوانية عشان تركب فيها المسامير. طيب احنا عندنا سرعة الدوران بتاعة التخويش، تقدر تحسبها نفس الحكاية، نفس بنطة التخويش نفس الحكاية زي البنطة العادية، بس عدد حدود القطع في بنطة التخويش اكبر شوية، ممكن يوصل من 8 ل 12، اما عدد حدود القطع في البنطة نفسها 2 يا شباب. طبعا انت عندك هنا في معلومة انا اديتها لك، ان سرعة الدوران في البرغلة تساوي نصف السرعة المستخدمة في عملية التاب، وقلت لك المعلومة دي مهمة انك انت تعرفها، وبالتالي عملية البرغلة بتتم بصورة مش سريعة زي عملية التاب. عندك هنا ده الانواع البراغي اللي انا بستخدمها، علشان حضرتك البراغي دي بستخدمها مش عشان تعمل ثقب من الصفر، لا عشان توسع الثقب وتخليه ناعم. حضرتك ده برضو ازاي تعمل الوز خارجي، والالوز الداخلي شفناه بنعمله ازاي على المخرطة. ده دكر الوز اللي انا بستخدمه علشان يعمل الوز داخلي، بركبه يا اما خلاص حضرتك بتركبه على ماكينة المتقاب.
وهنا عرفنا ان في حاجة اسمها لولب يمين ولولب شمال، وعرفنا ان في حاجة اسمها خطوة، وفي حاجة اسمها قطر خارجي وقطر داخلي للقلاووز، وعرفنا سلاح النشر ده اللي انا بستخدمه في عملية النشر اللي هي تعتبر من عمليات التشغيل، والبيانات اللي عليه. وقلت لك نخلي بالنا ان احنا في انواع لسلاح المنشار، سلاح منشار خشن ومنشار متوسط ومنشار ناعم. حضرتك لازم تعرف كل واحد بستخدمه مع اي نوع من المعادن وخلاص. وكمان مطلوب مننا ان احنا نعرف يعني ايه عرض المنشار ومسافة من اعلى قمة اسنان القطع لنهاية الظهر، وكمان تعرف ايه معنى الخطوة، ايه معنى الخطوة كده. انا خلصت بعد السلايد دي. في عندك انواع سنان قياسية وخلوصية وخطافية، فحضرتك تقراها كويس علشان ممكن يجيلك عليها سؤال في الامتحان. طبعا كل الاسئلة في الامتحان بالنسبة لكم هي اسئلة سهلة، لان هي اللي حضرته ذاكر وذاكر هو مركز، لما هيجي السؤال هيعرف يفتكر، هيعرف يفتكر هي كانت فين. عملية التفريز من عمليات المهمة قوي ومميزة قوي في عمل الترس. يعني انا ما ينفعش اجي اقول لك ان انا بعمل الترس على المخرطة، الترس ده عشان اعمله هعمله على عملية التفريز. بعض عملية السباكة اللي احنا ما خدناهاش مع بعض ممكن ما استخدمها في عملية التروس، بس عملية السباكة دي تعتبر من عمليات التشغيل، من عمليات سوري من عمليات التشكيل. عملية السباكة تعتبر من عمليات التشكيل. اما خلاص عشان اعمل ترس بعمليات تشغيل فهو انا لازم اروح للفريزة، وهنشوف بعد كده ايه اللي يخليني اعمل الترس او الاشكال المسدسة دي على الفريزة. طبعا كل الاشكال اللي قدامك دي انا اقدر اعملها على الفريزة، يعني الفريزة تقدر تعمل حاجات اللي انا بعملها على المقشطة وزيادة على ذلك التروس والاشكال المسدسة. طيب انواع ماكينة الفريزة، طبعا في فريزة افقية وفريزة رأسية، وقلنا الاسم ده لازم يبقى في دماغك. ليه بسمي فريزة رأسية وفريزة افقية؟ افقية لان المحور الدوران اللي شايل سكينة الفريزة اللي هي اداة القطع في الفرايز محور دوران افقي، اما الفريزة الرأسية فالمحور الدوران بتاعها رأسي اللي هو المحور اللي بيلف اللي شايل السكينة بتاعة الفريزة. حضرتك هتقرأ المعلومات اللي موجودة على الفرايز، ده شكل الفريزة والبيانات اللي عليها. برضو هتلاقي في عندك قاعدة، في عندك عمود، في عندك إطارة، في عندك تمساح، في عندك خلاص عمود السكينة اللي شايل السكينة هنا، وده التمساح، وعندك الصينية اللي بتشيل الشغلانة. فحضرتك لازم تخلي بالك من الكلام ده، خلاص تبص عليه برضو تقراه كويس، تقراه كويس. وده برضو شكل تاني خلاص، بس هو عامل كروس سيكشن عشان يوري لك الجزء ده من جوه، في زي خلاص لما عمل كروس سيكشن في صندوق ثابت في المخرطة، وورى لك ان في مجموعة تروس اللي انا بستخدمها عشان احصل على سرعات متعددة من المكنة. واحنا قلنا ليه انا بجيب مكنة بسرعات متعددة، لان انا بقطع عليها عدد كبير من المواد المختلفة، وكل مادة لها سرعة قطع موجودة في الجداول زي بالظبط اليلد سترينث والماكسيموم سترينث. ما ينفعش ازود او اقل عن الماكسيموم والمينيموم بتاع السرعة المخصصة لقطع المادة. وده ازاي الشكل ده تركيب عمود الشياق ده اللي انا بركب عليه السكينة، وازاي هو بيتركب مع عمود الدوران الماكينة، ده الجزء ده اللي انا مش شايفه طبعا. وهنا ازاي بتحط السكينة على العمود بتاع الشياق، وبتستخدم حاجة اسمها حلقات وسيطة. طبعا المادة فيها ممكن حضرتك كنت بتذاكر فيها اسئلة كتير جدا ممكن بتتعمل لو انت شغال وبتقرا بتركيز، فممكن انت تعمل لنفسك اسئله صح وغلط واسئله اختياري. طبعا التفريز لاعلى والتفريز لاسفل والتفريز العادي والتفريز التسلقي، واحنا قلنا الكلام ده في المحاضره، وقلنا خلي بالك ان الرسمه دي هتتكرر حالا. يعني مثلا التفريز العادي ده اللي هي السكينه ماشيه في اتجاه عقارب الساعه والشغلانه داخله عليها من الناحيه ديت، ده بيمثل لمين يا شباب؟ بيمثل للشغلانه اللي هو التفريز الاعلى، دي مع عقارب الساعه والشغلانه داخله عليها، وبالتالي التفريز
الأعلى هو نفسه التفريز العادي، والتفريز التسلقي هو نفسه التفريز الأسفل. فخلي بالك من الكلام ده في الامتحان، ممكن يجي عليه أسئلة كتير. وطبعا أشكال كتيرة بقى للسكاكين اللي أنا بستخدمها، وكل دي يا شباب تفريز أفقي، لأن محور الدوران مثبت عليه أي سكينة من دول فهو محور دوران أفقي. ودي أشكال كتيرة حضرتك اقراها بس بتركيز للسكاكين، وهي مثبتة على الماكينة وبتقطع وبتديلك شكل القطع بتاعها في الشغلانة. جهاز التقسيم، وده مهم انك انت تعرف ان جهاز التقسيم هو الجزء اللي انا بلحقه بماكينه التفريز عشان يعمل لي الترس وعشان يعمل لي اي شكل مسدس. وحضرتك طبعا تبقى عارف ان في تغذيه، التغذيه لكل سن والتغذيه لكل لفه والتغذيه في الدقيقه. انا قلت الكلام ده في المحاضره دي كلها. التغذيه انا بستخدمها تمييز للتغذية اللي بتتم على ماكينة الفريزر. لو احنا قلنا في المخرطة فالتغذية كانت مليمتر لكل لفة، لان هو ازاي خلاص الطول بتقدم قد ايه لكل لفة بتلفها الشغلانة. لو جينا على المقشطة ممكن خلاص تلاقي مليمتر بالدقيقة، بس ما تلاقيش لا على المقشطة ولا على المخرطة تمييز التغذية مليمتر كل سنة. ما ينفعش، لان هنا فيش هناك سنان، اما هنا في الفريزة في سكينة الفريزة اللي هي عليها عدد من السنان، فممكن اخلي التمييز مليمتر كل سنة. فحضرتك تخلي بالك من الموضوع ده. كمان في عندك ماكينة الفريزة الرأسية، وده طبعا رسمة، واحنا نزلنا لكم أسئلة على الرسمة ديت. طبعا البيانات بتاعتها واضحة جدا، ده أصلا تفريز وتفريز رأسي لأن محور الدوران رأسي، والبيانات اللي عليها واضحة بالنسبة لك إنك أنت تتابعها. وده شكل لسكاكين فريز رأسية، ودي ماكينة الفريزة الرأسية برضو هتلاقي فيها العمود، وهتلاقي فيها التمساح، وهتلاقي فيها الصينية، وهتلاقي فيها الفرش بتاع المكنة. وده ازاي خلاص بنثبت سكينة الفريزة او الاند ميل في ماكينة الفريزة الرأسية، ده اتشرح لكم برضو. وده بالنسبة لك ده بنسميه تفريز وجهي. وقلنا في عندك هنا تفريز وجهي وتفريز محيطي، وقلت لك اقرا السلايد ديت مثلا عشان تعرف مين يا شباب مين الأعلى من مين. التفريز هل يفضل وانت بتستخدم مكنة، في عندك ماكينة تفريز رأسية وماكينة تفريز وجهية، مين اللي انت هتستخدمه بشكل أفضل، مين الأفضل من مين؟ فحضرتك هتقرأ السلايد دي كويس وتطلع من الإجابة، هي موجودة في السطر اللي قدامك ده. عندك عناصر طبعا عملية التفريز، الحركة الدورانية بتيجي من الطول اللي بسميها سكينة الفريزة، اللي هي مكونة من عدد من الحدود القطعة خلاص اللي ممكن عدها، يعني عدد محدود من حدود القطعة بس اقدر اعدها، مش زي التجريح اللي احنا هنشوفه شوية ما اقدرش اعد حدود القطعة اثناء عملية القطع. وطبعا عندك حركة التغذية اللي بتقوم بيها الشغلانة، وعندك عمق القطع ومقدار تغلغل سكينة الفريزة في الشغلانة. تمام يا شباب، كده حضرتك، ودي شكل ماكينة الفريزة الرأسية والفريزة الأفقية، وحضرتك تبص عليهم. آخر حاجة في الجزء بتاع التشغيل عمليات التجليخ، وعملية التجليخ طبعا الطول اللي أنا بستخدمها هنا هي حجر التجليخ، وده بيتكون من عدد لا نهائي من حدود القطعة زي ما انتوا شايفين، زي ما خدنا جزء منه وشفناه تحت ميكروسكوب. في عندي هنا تفريز اسطواني، خلاص في عندي تفريز أفقي وتفريز رأسي. لو احنا ميزنا على تفريز أفقي، سوري، لو احنا قلنا معلش شباب تجليخ رأسي وتجليخ اسطواني، قلنا التجليخ الرأسي او التجليخ الافقي، التجليخ الرأسي محور الدوران رأسي، والتجليخ الافقي
محور دوران افقي. وطبعا التجليخ الاسطواني زي ما انت شايف خلاص ممكن يبقى تجليخ اسطواني افقي، لان هو بيعمل شكل اسطواني زي ما انت شايف كده، هو بيجلخ الشكل اللي قدامك ده. ومحور الدوران بتاعك هنا ايه؟ افقي. وكمان بيقول لك التجليخ الاسطواني لو انت عاوز تعرف يبقى دوران الشغله بين زنبتين او ظرف وزبيبه حول محور موازي لمحور قرص التجليخ، فده بسميه عندك اللي هو التجليخ الاسطواني. في اشكال كتيره للتجليخ الاسطواني اللي هو نفسه التجليخ الافقي. وطبعا التجليخ من العمليات اللي انا بستخدمها بكثره لما يبقى عندك السطح عاوز تعمل تسويه سطح، بس تسويه سطح ناعم وما بينافسهوش اي عمليه بقى من العمليات اللي فاتت زي القشر والتفريز اللي بتعمل تسويه اسطح. يبقى لو انت عاوز سطح ناعم زي المرايه على طول بتروح لمين؟ لماكينات التجليخ. في ماكينات تجليخ سطحي افقي، ماكينات تجليخ زي ما قلت سطحي رأسي، وده حسب التمييز ده حسب المحور الدوران بتاع المثبت عليه حجر التجليخ. ودي أشكال طبعا لحجر التجليخ وهو بيعمل عملية تجليخ لشغلانات. مثلا اف ده سيرفيس جرايندنج، هو رأسي، ده جرايندنج داخلي، وده جرايندنج اسطواني، وده بيستخدم حجر التجليخ في ان هو يعمل سن السنان بتاع سكينة الفريزة، وده السنان بتاعت قلم الخراطة أو ممكن قلم القشرة. كده أنا رجعت كل الجزئين بتاع دكتور إبراهيم علوة وبتاعي، حضرتك ذاكرهم كويس قوي، اقراهم كويس قوي، اسمع الفيديوهات بتركيز، وبعدين اقرا البي دي اف، وبص على الكتاب المعلومات اقراها. يبقى انا كده خلصت الجزء ده، يعني اظن ان النهارده يعني المفترض انك انت تكون رجعت نص الماده. مثلا لو بدات بعمليات التشغيل بتاع انا والدكتور ابراهيم عريوه يبقى خلصها النهارده، وبكره ان شاء الله خلاص نروح مخلصين الحاجه بتاعه السباكه والحام مع عمليات التشكيل بنفس الطريقه، فالامتحان هيبقى بالنسبه لك سهل. في معلومات بتتقال في المحاضره ما بتبقاش مباشره في الكتاب، حضرتك تسمعها، عشان كده بقول لك اسمع الفيديو كويس. وبتوفيق يا شباب، ان شاء الله هسجل لكم الفيديو الثاني بتاع الجزء الثاني من الماده، واتمنى انكم كلكم تجيبوا الدرجات النهائيه. اكيد تاني الامتحان الشفوي هيبقى من 10 درجات، والامتحان الفاينل هيبقى من 70 درجه، رجاء خلاص التركيز في الاجابه علشان السؤال ما يخدعكش، يعني تقرا السؤال كويس قوي وتفتكر انت كنت مذاكر ايه. وبتوفيق يا شباب، السلام عليكم.